نجحنا والله وفقنا واخر صبرنا لنا فرحنا من قبل لكن اكيد الفرحة هذه غير اخر اخذنا فيه سهرنا نطلب العالي نجيب كل يوم والتالي وبعد ما الكل هنانا الفرحة هي التعبير نتيجة الحكم على أطروحة ماجستير بناء على موافقة عمادة الدراسات العليا بجامعة الأقصى بغزة على تشكيل لجنة الحكم على أطروحة الباحث عماد الدين حسن محمد عبد الضاحي لنيل درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس إرشاد نفسي وموضوعه فعالية برنامج إرشادي معرفي سلوكي في خفض التمرد النفسي لتحسين التوافق الشخصي والاجتماعي لدى المراهقين بغزة. وبعد المناقشة العلنية التي تمت يوم الثلاثاء 23 ربيع الآخر الموافق 2 فبراير 2016 الساعة 10:30 صباحا بقاعة المؤتمرات اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من الأستاذ الدكتور نعمات شعبان علوان مشرفا ورئيسا، الأستاذة الدكتورة عايدة شعبان صالح مناقشا داخليا، الأستاذة الدكتورة أمال عبد القادر جودة مناقشا خارجيا. وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث عماد أبو ضاحي درجة الماجستير في كلية التربية قسم علم النفس إرشاد نفسي، واللجنة تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله سبحانه وتعالى ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه، والله ولي التوفيق. مبروك يا عماد. مبروك على Thank you.